بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، معشر الصائمين، فهذا هو المجلس الأسبوعي 65 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الخميس 11 من شهر رمضان المبارك سنة 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المجلس الذي نتم فيه ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن الهدي النبوي في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وما يتلو ذلك، حيث انتقل رحمه الله إلى ما يفعله المصلي بعد تمام ركعته الأولى بالنهوض إلى الثانية وإتمام الصلاة على نحو ما فعل في الركعة الأولى، إلا مواضع تفارق فيها الركعة الأولى سائر الركعات في الصلاة كما سيأتي بيانه رحمه الله تعالى، وهو في سياق تتمة ذكر صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مرورا بأركانها وسائر أقوالها وأفعالها، مستكثرين في مجلسنا هذا من صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم أنه ليس موضع استفتاح. كان إذا نهض عليه الصلاة والسلام افتتح القراءة، المقصود بهذا النهوض هو نهوض المصلي بعد تمام الركعة الأولى بسجدتيها، حيث تم الحديث عن ذكر صفة الجلوس بين السجدتين وما يتبعها، فإذا أتم السجدة الثانية قام إلى الركعة الثانية وتقدم، هل ينهض على يديه أو ينهض معتمدا على ركبتيه؟ قال: فإذا نهض افتتح القراءة، يعني إذا قام من تمام الركعة الأولى مستفتحا الركعة الثانية فإنه يبدأ بالقراءة من غير دعاء استفتاح. وهل يستعيذ من جديد لقراءة الفاتحة أو يبدأ مباشرة بالبسملة وقراءة الفاتحة؟ فأراد أن يقول إن هذه مواضع تختلف فيها الركعة الأولى عن سائر ركعات الصلاة، فإن الركعة الأولى يبتدئ بها بدعاء استفتاح، ثم يستعيذ بالله، ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، بينما تبتدئ الركعة الثانية مباشرة بقراءة الفاتحة بلا دعاء استفتاح. وهل يعيد الاستعاذة أو تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى؟ قال: هذا هو الذي فيه قولان للفقهاء، أما دعاء الاستفتاح فلم يختلفوا أنه لا يعيد دعاء الاستفتاح، لأن الاستفتاح للصلاة وليس للركعة، وقد حصل في الركعة الأولى فلا حاجة إلى إعادته في الركعات التي تليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها. الآن الأمر بالاستعاذة هو قول الحق سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجمهور الفقهاء والقراء على أن الأمر هاهنا للاستحباب، فيستحب لقارئ القرآن أن يبتدئ بالاستعاذة قبل قراءة ما يقرأ من كتاب الله، ولذلك نستعيذ في الركعة الأولى من الصلاة، هذا متقرر. فالسؤال الآن: هل كل ركعة تعتبر قراءتها مستقلة فيفتتحها باستعاذة كذلك،
أم قراءة الصلاة بركعتيها أو الثلاثة أو الأربعة هي قراءة واحدة فتكون الاستعاذة في أولها عند أول ركعة؟ هذا تخريج لأصحاب الإمام أحمد في ذكر خلاف الفقهاء، هل قراءة ركعات الصلاة بمثابة قراءة واحدة أو طالما فصل الركوع والرفع والسجود فصارت قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها فتحتاج إلى استعاذة في ابتدائها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة. لا خلاف بينهم أن الاستفتاح لم يأتي فيه هذا الخلاف ولا هذا التخريج. ما قالوا طيب ودعاء الاستفتاح هل هو للركعات كلها أو لركعة؟ لا، الاستفتاح للصلاة وهو يحصل في الركعة الأولى، بخلاف القراءة. هل كل قراءة في ركعة مستقلة فتحتاج إلى استعاذة؟ بينما دعاء الاستفتاح يكفي مرة واحدة في الركعة الأولى. قال: والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر، للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، وكما يكفي افتتاح واحد، ولأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. عليه الصلاة والسلام. هل الاستعاذة تتكرر في كل ركعة أم تكفي في أول ركعة؟ قال رحمه الله تعالى: في ذلك قولان للفقهاء، هما روايتان عن أحمد، وقد علمت تخريج هذين القولين. الذي رجحه المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله أن الاستعاذة تكفي مرة واحدة في ابتداء الصلاة. إذن في الركعة الثانية بماذا ستبدأ؟ بقراءة الفاتحة مباشرة بالبسملة دون استعاذة. ورجح هذا بثلاثة أوجه. الوجه الأول الحديث، وهو كالنص في المسألة. قال: للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره. ومعنى قوله إذا نهض استفتح القراءة ولم يسكت يعني ابتدأ القراءة مباشرة ولم يسكت قبل القراءة، لم يسكت للثناء، لم يسكت للاستفتاح، لم يسكت للاستعاذة، فكان شروعا مباشرا في القراءة، فكانت فيه دلالة ظاهرة وإن لم تكن قاطعة على أنه لا استعاذة في القراءة في الركعة الثانية. ليش نقول دلالة ظاهرة وليست قاطعة؟ لأن الاستفتاح بالقراءة يحتمل أن يشتمل على الاستعاذة ويحتمل أن لا يشتمل، لكن الظاهر أنه إذا قيل استفتح القراءة أو استفتح بالقراءة، والحديث عند مسلم قال استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فهذا أظهر في أنه لا يستفتح باستعاذة في النهوض للركعة الثانية. هذا أول وجوه الترجيح. أما الوجه الثاني قال: كما يكفي افتتاح واحد، يعني قاس الاستعاذة على دعاء الاستفتاح، فكما أن دعاء الاستفتاح لا يتكرر فكذلك الاستعاذة لا تتكرر في الركعات. كما كان دعاء الاستفتاح يكفي في الركعة الأولى ولا يعاد، فكذلك الاستعاذة تكفي في الركعة الأولى ولا حاجة إلى إعادتها. الوجه الثالث هو توجيه لعدم الحاجة إلى تكرار الاستعاذة. أنت عبد الله إذا أخذت مصحفك أو كنت حافظا وجاءت تقرأ من وردك من قرآن الكريم، فقرأت ما كتب الله لك ثم قطعت القراءة وعدت إليها، عند عودتك هل تعيد الاستعاذة؟ قال العلماء: إن كان القاطع بشيء أجنبي عن القرآن تعيد الاستعاذة، يعني أوقفت القراءة ثم أخذت هاتفك وأجبت متصلا اتصل بك، زوجتك، والدتك، صديق لك، فلما انتهيت من مكالمتك عدت إلى القراءة تعيد الاستعاذة. وقف على رأسك إنسان فكلمك وجلست تتحدث معه، تركت المصحف هنيهة ثم قمت أخذت شيئا تأكله أو تشربه ثم عدت إلى القراءة،
كل قاطع أجنبي عن قراءة القرآن يجعلك تعيد الاستعاذة إذا أردت معاودة القراءة، لكن توقفت وكنت تدارس من يجلس معك أو أستاذك أو شيخك فيما تقرأ من كتاب الله في قراءة الآية أو في معناها، شيء لم ينفصل عن تلاوة ما كنت تقرأ من القرآن، فها هنا لا حاجة إلى إعادة الاستعاذة لأنك لم تفصل القراءة بفاصل أجنبي. السؤال الآن يا كرام، انتهيت من قراءة الركعة الأولى فركعت ورفعت وسجدت وجلست وسجدت ثانية ثم قمت إلى الركعة الثانية وعدت إلى قراءة القرآن، هذا الفاصل أجنبي أو من جنس القراءة؟ لو قلت أجنبي إذن سيعيد الاستعاذة. الفاصل ها هنا يقول المصنف رحمه الله لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. فهذه ثلاثة أوجه رجح بها الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الاستعاذة مرة واحدة في أول ركعة في الصلاة ولا تكرر في الركعات التي تليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم كان يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. قال: ثم يصلي الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى سواء بسواء، يعني ما فعله في الركعة الأولى يفعله تماما في الركعة الثانية إلا في أشياء أربعة، فإنه يفعلها في الركعة الأولى ولا يفعلها في الثانية. ما هي؟ أولا السكوت. أي سكوت؟ بين التكبيرة والقراءة. أما قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فعلمه دعاء الاستفتاح، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث. أما الركعة الثانية، إذا قمت من السجود إلى الركعة الثانية الله أكبر وقمت إلى الركعة الثانية، هل ثمة سكوت؟ الجواب لا. إذن هذا أول مواضع الاختلاف بين الركعة الأولى والركعات التي بعدها، لا سكوت، والثاني لا دعاء للاستفتاح كما تقدم، والأمر الثالث تكبيرة الإحرام. أليس لبداية الركعة الثانية عند النهوض إليها تكبيرة؟ الجواب بلى، لكن ليست تكبيرة إحرام. ما معنى تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام أول تكبيرة في الصلاة، إذا وقفت في الصف فقلت الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة إحرام؟ قالوا: لأنك أحرمت بها للصلاة، فحرم عليك شيء كان حلالا قبل أن تدخل في الصلاة، مثل الكلام والطعام والشراب والحركة والضحك والالتفات وسائر الأفعال المباحة، حرمت عليك بدخولك في الصلاة، هذه تكبيرة إحرام. حتى في النسك يا كرام، عند العمرة والحج أنت تحرم من الميقات، ليس الإحرام رداؤك وإزارك الذي تلبسه، الإحرام نيتك التي عقدت لما قلت لبيك اللهم عمرة، فحرم عليك بعض الأمور التي كانت لك حلالا قبل الإحرام، تغطية الرأس والطيب وقص الشعر والأظافر وسائر المحظورات. فإذن تكبيرة الإحرام مختصة بالركعة الأولى، لكن الثانية والثالثة والرابعة فيها تكبيرات انتقال لا تكبيرة إحرام، فهذا وجه ثالث من الفرق بين التكبيرة بين الركعة الأولى وما بعدها. أما الوجه الرابع فهو مقدار الطول في القراءة، فإن الركعة الأولى أطول من غيرها كما دلت عليه النصوص التي مرت بنا في ذكر ما يقرأ المصلي في صلاته كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية. ومر بكم أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه ربما كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر، قال: فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يرجع فيدرك الركعة الأولى مما
كان يطول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ذلك في الركعات التي بعدها. إذن هذه الأمور الأربعة: السكوت، ودعاء الاستفتاح، وتكبيرة الإحرام، والطول في القراءة في الركعة الأولى لا يوجد مثلها في الركعات التي بعدها. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها، يعني في الركعة الثانية، ويقصرها عن الأولى فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. الآن سينتقل مباشرة إلى التشهد، هو يمشي بالترتيب، انتقل الآن إلى النهوض إلى الركعة الثانية. طيب، فأين الركوع والرفع والسجود؟ اختصر الكلام عنه لكونه مثل المتقدم في الركعة الأولى سواء بسواء. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة. طيب، إذا جلس للتشهد، السؤال: متى يجلس المصلي للتشهد؟ متى؟ بعد رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية. فإن كانت صلاة ثنائية فهو تشهد واحد، وإن كانت صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فهو التشهد الأول وينهض للركعة الثالثة. فإذن هذا الجلوس الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله هو الواقع بعد رفع المصلي رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة. وتقدم هذا كله يا كرام في الجلوس بين السجدتين، لأن المصنف رحمه الله في اختياره كما تقدم رأى أنه يصنع المصلي كما يصنع في التشهد، وهو اختيار له خالف فيه جمهور الفقهاء كما تقدم هناك رحم الله الجميع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرج الإمام مسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، هذه اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي لفظ أيضا عند مسلم في الصحيح: كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ووضع إصبعه اليمنى التي تلى، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي حديث أيضا عند مسلم: كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها، يعني إلى إصبعه السبابة. وفي حديث آخر عند أبي داود والنسائي: كان إذا أشار بإصبعه ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، قال: وتارة عند أبي داود والنسائي، وتارة يحلق بهما حلقة، يعني بالوسطى والإبهام. هذه الروايات يا كرام تصف صفة الجلوس في التشهد. أنت قد جلست، وسيذكر الآن كيف تصنع بقدميك: تفتريش اليسرى وتنصب اليمنى، تثني أصابعها باتجاه القبلة. أما يداك فكما سمعت، توضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة الأصابع ممتدة متجهة نحو القبلة، وربما قال على الركبة، فمنهم من جعلها صفتين: إما أن تضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى مبسوطة الأصابع، وإما أن تضعها على الفخذ. ومنهم من قال: بل هما حكايتان لصفة واحدة، فتضع كفك اليسرى ممتدة إلى أن تصل إلى الركبة، فإذا قلت هي على الركبة هي على الركبة، وإذا قلت هي على الفخذ فهي على الفخذ، وهما قولان ولا خلاف كبير بينهما. أما اليمنى فكما سمعت فإنها في التشهد باتفاق الفقهاء هذه صفتها: تقبض الأصابع ويرفع إصبعه السبابة، ولا تكون اليمنى مبسوطة كما في الجلسة بين السجدتين،
في جلسة التشهد إنما يقبض أصابع يده اليمنى كما تقدم. وفي هذا الوصف عدة أحاديث، منها حديث ابن الزبير كان إذا جلس في التشهد، وذكر أيضا هذا الوصف الذي سمعت قبل قليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها ولا ينيمها شيئا ويحركها. طيب، وأشار بإصبعه السبابة، قلنا هذه السبابة التي تلي الإبهام، قيل وسميت سبابة لأن الناس عادة تستخدم هذا الإصبع في السباب والشتام عند الغضب، قل أنت كذا وكذا، فيستعملون هذا الإصبع فسمي سبابة. والفقهاء يسمونها المسبحة تلطفا، يعني لا يصلح أن يقول في الصلاة سبابة، لكن في الصلاة مسبحة يذكر الله تعالى بها. هذا الإصبع المسمى بالسبابة وقد غدا علما ولا حرج في تسميته به، هذا الإصبع هو الذي يلي الإبهام. قال: كان لا ينصبها نصبا، ليس هكذا، ولا ينيمها. فأنت إذا وضعت كفك وقد قبضت الأصابع ورفعت الإصبع السبابة، قال لا ينصبها ولا ينيمها، قال بل يحنيها شيئا، فليست منتصبة ولا نائمة، قال بل يحنيها شيئا، يعني شيئا يسيرا هكذا، ويحركها. هذا التحريك هو الذي فيه الخلاف بين الفقهاء. إذا جلس المصلي في صلاته يا كرام، وتقدم الوصف الذي سمعت في وضع اليد اليمنى، هل يحرك السبابة في التشهد إذا قال كما تقدم التحيات لله والصلوات والطيبات كما سيأتي، هل يحركها؟ في حديث ابن عمر وفيه قصة أن الراوي قال، وهو علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، جالس في التشهد ويلعب أو يعبث بالحصى، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، فبين أن هذه اليد إنما تكون برفع هذه الإصبع. لكن التحريك هل يتم أو لا يتم؟ تقدم بك أيضا في كلام المصنف الجلوس بين السجدتين رأيان أو قولان للفقهاء، هما روايتان، إحداهما حديث وائل بن حجر، وفي بعض رواياته من طريق فيها الراوي زائدة قال يحركها، وقد عدت هذه اللفظة شاذة. والرواية الأخرى في الحديث المنقول فيها صفة التشهد حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. فهما قولان للفقهاء، هل تحرك الإصبع أو لا تحرك؟ قولان بناء على هاتين الروايتين، وليس في هاتين الروايتين مستند صحيح لا في إثبات التحريك ولا في إثبات المنع. ولهذا فإن المذاهب الأربعة باتفاق رأوا أن رفع أو الإشارة بالسبابة في التشهد من سنن الصلاة، الإشارة بالسبابة في التشهد من سنن الصلاة، لحديث وائل بن حجر وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله عنهما. لكن هل يحرك إصبعه السبابة أو لا يحركها؟ فيه الخلاف الفقهي الذي مر بك في كلام الفقهاء رحمة الله تعالى على الجميع. قال رحمه الله: ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها، كما تقدم في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وقد رجحه المصنف هناك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقبض إصبعين من أصابعه وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. طيب، قال رحمه الله: يقبض إصبعين من أصابعه، هذه في الكف اليمنى، أي إصبعين؟ الأخيرين، الخنصر والبنصر، يقبضها. طيب، وماذا يفعل بالباقي؟ قال: يحلق بالإبهام مع الوسطى حلقة، وتبقى السبابة مرفوعة يدعو بها أو يتشهد بها. قال: ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، هل يحركها؟
فيه الخلاف الذي سمعت، فالشافعية والحنابلة يقول لا يحركها لضعف رواية وائل بن حجر رضي الله عنه عند أبي داود، ومنهم من قال يحركها عملا بما جاء في حديث عبد الله بن الزبير أيضا في سنن أبي داود، وهي أيضا رواية ضعيفة كما تقدم هناك. الروايات التي وصفت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام اليمنى في الجلوس للتشهد جاءت بألفاظ، أخذ منها الفقهاء عدة صفات لكفك اليمنى كيف تصنع بها إذا قبضت أصابعها. منها مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو عند الإمام مسلم في صحيحه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. عقد 53، كيف 53؟ 53 عند العرب يستخدمون الأصابع في الإشارة بالعدد، كانوا في السوق إذا تبايعوا وكان البائع على مسافة من المشتري أو كان هناك بيع مزايدة وكل يدلي بصوته للثمن الذي يريد الشراء، فلا يبلغون بأصوات بل يشيرون بأيديهم بالعدد، وهم يفهمون أن كل رمز بالأصابع يشير إلى عدد. فقبض الخنصر مع البنصر وقبض الوسطى كذلك، ثم وضع الإبهام عليها ورفع السبابة يعني 53. فعبر الراوي بما تعارفت عليه العرب في قبض الأصابع فقال 53، يعني يقبض الوسطى والخنصر والبنصر ويضع رأس الإبهام على حرف مفصل الوسطى، هذا عندهم 53. فإذا فعل ذلك فقد أتى بإحدى الصفات، قال ويرفع السبابة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية في حديث وائل بن حجر قال: وعقد 30 وحلق واحدة. عقد 30، عقد 30 الخنصر والبنصر فقط، وحلق الإبهام مع الوسطى، هذه صفة ثانية أيضا وهي ثابتة في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا ما جاء في حديث رواية النسائي: ثم قبض 2 من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه. الصفة الثالثة أيضا قريبة منها، هل يضع إبهامه على الوسطى أو يضعها مقبوضة إما فوقها أو في أصل الوسطى ويرفع السبابة، وهي أيضا ليست ببعيدة عن الصفة الثانية. للمصلي أن يتخير من هاتين الصفتين، قبض 3 ووضع الإبهام على الوسطى أو التحليق بالإبهام والوسطى، صفتان صحيحتان. للمصلي أن يتخير ما يريد، فكلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال الإمام ملا علي القاري رحمه الله لما ذكر الروايات وبين صفة قبض الأصابع، قال رحمه الله تعالى: ينبغي للسالك أن يأتي بأحدهما مرة وبالأخرى مرة، فإنه بالتحري أحرى، يعني يكون أقرب إلى إصابة السنة بالإتيان بالصفتين كلتيهما اللتين وردتا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها كما تقدم في حديث ابن عمر، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها، يعني يجلس على قدمه اليسرى فيكون اتكاء كفه اليسرى على فخذه اليسرى آكد من اتكاء الكف اليمنى، لأن اليمنى مقبوضة الأصابع فليست كالمبسوطة في أختها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. صفة الجلوس يعني جلوس التشهد في الركعة الثانية، قال فهي الصفة التي تقدمت في الجلوس بين السجدتين، وهي جلسة الافتراش، يعني أن يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها، يجعل رجله اليسرى كالفراش فيجلس عليها، أما رجله اليمنى فينصبها قائمة ويثني أصابعه ناحية جهة القبلة، فتكون قدمه اليمنى منصوبة واليسرى مفروشة يجلس عليها. قال لم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. طيب ليش يقول في هذه الجلسة
لأن الجلسة في الركعة الثالثة الأخيرة أو في الرابعة في التشهد الأخير وردت فيها صفة أخرى هي التورك، كما سيأتي بعد قليل وخلاف الفقهاء في هذه المسألة. قال: وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين اللتين رويت عنه فيه. إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى، ثم يخرجها بين القدم والساق، فيثني رجله اليمنى بين الساق والفخذ على قدمه اليسرى، وهذا كما قال المصنف في التشهد الأخير كما سيأتي، وهي إحدى صفتي الجلوس المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. هذا هو الدليل. لماذا فرقنا بين جلوس التشهد الأول والجلوس في التشهد الأخير؟ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، وإن نسبه المصنف إلى الصحيحين لكن الصواب أنه ممن فرد به البخاري عن مسلم رحم الله الجميع. قال: كان إذا جلس في الركعتين، في الركعتين يعني في التشهد الأول، جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، هذه التي سميناها جلسة الافتراش. قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهي المسمات بجلسة التورك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذا كان صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة، ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يلي السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي، ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد. يا كرام، صفتان في الجلوس في الصلاة ثبتتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الافتراش والتورك، وتبين لك الفرق بينهما. الافتراش تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب القدم اليمنى، التورك تجعل رجلك اليسرى تحت قدمك اليمنى أو بين فخذها وساقها كما تقدم، وتجلس بوركك الأيسر على الأرض مباشرة، ولهذا سمي التورك لأنك تجلس بالورك، والورك هو أعلى عظمة الفخذ، تجلس عليها مباشرة على الأرض فيسمى بالتورك. فلما ثبتت الصفتان وجدنا للفقهاء الأربعة رحمة الله عليهم في الجمع بين هذه الروايات وجدنا لهم أربعة أقوال. منهم من قال يتورك في التشهدين في الأول وفي الثاني. ما معنى التورك؟ أن يجلس على وركه الأيسر ويجعل رجله اليسرى تحت قدمه اليمنى. قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك. ومنهم من قال يفترش في التشهدين، وهذا قول أبي حنيفة. ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يلي السلام، ولعل الصواب يليه السلام، ويفترش في غيره، يعني يفترش في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين، ويتورك في الركعة الأخيرة التي يجلس ويعقبها سلام إن كانت ثلاثية أو رباعية وحتى ثنائية، وهذا مذهب الشافعي. وأما قول أحمد يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير فرقا بين الجلوسين، وهذا قول الإمام أحمد رحم الله الجميع. فأنت كما رأيت الآن إما أن تتورك وإما أن تفترش،
وأنت هكذا غير خارج عن إحدى الصفتين الثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من هذا يا كرام جملة فوائد، منها أننا تعلمنا الصفة النبوية والهدي النبوي في الجلوس في الصلاة كيف يكون. واعلم رعاك الله أن حرصك على هذه الصفة هو جزء من الإتيان بالسنن التي تؤجر عليها في الصلاة، لأن بعض الناس يعتني بالسنن في القيام، في الركوع، في السجود، ويغفل عن العناية بالسنة في صفة الجلوس. والفائدة الثانية أن كل جلسة غير هاتين الصفتين ليست من السنة. هل هي ممنوعة؟ ليست ممنوعة، لكنها لا تكتسب الأجر ولا الثواب ولا صفة السنية التي موجودة في الصفتين السابق ذكرهما. والفائدة الثالثة يا كرام أن الحرص على هذه السنن والإتيان بها في صفة الجلوس امتداد لما نحرص عليه في جملة أفعال الصلاة، وهو الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنت لو رأيته بأم عينيك عليه الصلاة والسلام ونظرت إليه وهو يصلي لأبصرته يجلس تلك الجلسة، فلن تتركها حرصا على الاقتداء به وامتثال أمره. صلوا كما رأيتموني أصلي، فصليت مثله في القيام، صليت مثله في الركوع، في الرفع، في السجود، افعل مثله أيضا في جلوسك في الصلاة إذا جلست. فهذا يدلك على سعة ما ذهب إليه الفقهاء عملا بهاتين الروايتين أو جمعا بينهما. ولعل الأقرب هو التنويع بينهما عملا بما تضمنه حديث أبي حميد في صحيح البخاري رضي الله عنه أنه يتورك في الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام ويفترش بين السجدتين وفي الجلوس في التشهد الأول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى حديث ابن الزبير أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان في هذا الجلوس يجلس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض. ومقعدته على الأرض. فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض. فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس، هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ احتاج فقط أن يتأول رواية ابن الزبير رضي الله عنهما في صحيح مسلم كما تقدم، الذي قال فيه: كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يعني اليمنى، قال: وفرش قدمه اليمنى. الصفة متعذرة، كيف يجعل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق ثم يجعل القدم اليمنى فراشا يجلس عليها؟ الصفة هذه متعذرة. فلما أراد بيانها قال: لعله أراد بقدمه اليمنى في هذا الجلوس أنها كانت مفروشة أو منصوبة. قال: بل المراد أن تكون مفروشة، وأنه أفضى بمقعدته إلى الأرض، فليست مفروشة بمعنى أنه جلس عليه، لا، مفروشة يعني مدها. فلما جعل اليسرى بين الفخذ والساق جعل قدمه اليمنى مفروشة إلى الناحية اليمنى لا للجلوس عليها، فكأنه جعل كلتا قدميه باتجاه اليمين، وأما مقعدته فعلى الأرض لا على قدمه اليمنى، لأن هذا متعذر. فإذا أبصرت هذه الصفة وقلت هو مفترش اليمنى ليست منصوبة، كان الوصف صحيحا، لكنك لن تفهمها بأنه افترش اليمنى للجلوس عليها، فهذا لا يتأتى. وإذا نظرت إلى الصفة الأخرى وقد نصب قدمه اليمنى فتقول هي منصوبة، فإما أن تكون صفتان أو تكون صفة كما سيقول المصنف رحمه الله. فوقع الاختلاف. قال: فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس، هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا والله أعلم ليس باختلاف في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض.
فصح قول أبي حميد ومن معه وعبد الله بن الزبير، يعني جمع بين الروايتين واتلفتا فلا خلاف على هذا المعنى، فتكون صفة من صفات جلسة التورك. فإذا قال فرش رجله اليمنى فلا تفهم أنه فرشها ليجلس عليها، بل فرشها بالاتجاه الآخر على يمينه، فيكون موافقا لما وصف أبو حميد في حديثه من التورك. نعم. أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا وهو أروح لها والله أعلم. أو يقال إنها صفتان، يعني بعدما اتفقنا أنه يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى، الكلام على القدم اليمنى كيف يصنع بها؟ لك أن تقول ينصب اليمنى أو تقول يفرشها ناحية اليمين، فقال فكان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم يجئ ذكر التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير. عنعنة أبي الزبير عن جابر في الحديث علة من العلل عند المحدثين لعدم سماعه منه، ولكن للحديث هذا الذي أخرج الإمام النسائي الثاني الذي سمعتم في صفة التشهد في أوله بسم الله وبالله، وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، الحديث ضعيف وفيه علتان، إحداهما في السند والأخرى في المتن. أما الثابت في الحديث حديث جابر فهو رواية الليث وابن حميد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس وليس من حديث جابر، فوقع الخلل في السند والمتن معا. أما المتن فزيادة بسم الله وبالله وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وقد بيّن علة هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه صحيح الإمام مسلم. إذن ما الصفة الصحيحة الثابتة للتشهد أيها المصلون؟ صيغ متعددة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهرها تلك الصفة التي يحفظها عامة المصلين ويقرؤون بها في الصلوات ونحفظها للأطفال الصغار، وهي رواية حديث ابن مسعود رضي الله عنه التي أخرج الشيخان الإمامان البخاري ومسلم وعامة أصحاب السنن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. هذا الوصف دقيق. إيش يعني كفي بين كفيه؟ يعني جلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كجلسة الطالب أمام شيخه وأستاذه الذي يتعلم منه، جالس أمامه قريب منه بل ربما التصقت الركبتان بالركبتين. قال كفي بين كفي، أخذ كفه رسول الله عليه الصلاة والسلام فأطبق عليها كالمصافح لها. وفي هذا من تمام العناية بالمتعلم والإقبال عليه والشفقة والرغبة في صدق تعليمه. بالله عليك لو كنت مكان ابن مسعود رضي الله عنه وكفك بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني عن قلبك وعن روحك ومشاعرك وأنس نفسك وأنت جالس بين يديه وكفك بين كفيه. في هذا تمام استجماع
ذاكرة المتعلم وقواه وإقباله، وهكذا كان ابن مسعود، فنقل الوصف دقيقا رضي الله عنه. الوصف الثاني الدقيق قال علمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. كيف كان يعلمه السورة من القرآن؟ لفظا بلفظ وكلمة كلمة، لأن القرآن يؤخذ مشافهة، فكان يلقنه الآية. ابن مسعود رضي الله عنه هو القائل أخذت أو حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، سمعها من فمه وأخذها منه مباشرة. فقال لقد تعلمت التشهد كما تعلمت القرآن من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. لتدرك أن اللفظ الذي ستسمع الآن كأنما تسمع سورة من القرآن، في دقة حفظ ابن مسعود رضي الله عنه ووصفه الدقيق والعبارات التي ما خرم منها حرفا كأنما نقلها قرآنا. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هذا يا كرام فيه معان عظام تستحق الوقوف عندها مليا والتأمل، وينبغي أن نتعلم معاني هذه الألفاظ لأننا نقولها في كل صلاة. هذه تحيات ترفعها في صلاتك عبد الله لربك تبارك وتعالى في كل صلاة، ثم تنقل تحيتك وسلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما نقلت تحياتك ورفعتها لرب العزة والجلال، وبعدما نقلت سلامك لنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك انتقلت لتعم بتحيتك وسلامك كل عباد الله الصالحين، فشمل العباد الصالحين من الإنس والجن والملائكة، فإنك شملتهم بهذا السلام، فما أبقيت في صلاتك وتحيتك وسلامك عبداً صالحاً مسلماً إلا سلمت عليه. هذه البركة يا كرام هي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك إذا قلت ذلك، هذا الحديث السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة أنت تسلم عليهم. هذه المعاني العظام التي يستحق أن نقف عندها حري بنا أن نتأملها، ولعلنا نرجئها لمجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. فأنت إذا حييت إنسانا حييته على وجه الخصوص، وملوك الأرض مثلا لهم تحياتهم وتعظيمهم اللائق بهم، كأن يقال للملك في تحيته أبيت اللعن، ويقال لبعضه أنعم صباحا، ويقال لبعضهم أطال الله بقاءك وأمد الله ظلك، ونحو هذا من تحية يخص بها العظماء والملوك والكبراء من البشر. فما بالك برب العزة والجلال، فأعظم التحيات لملك الملوك ورب الأرض والسماء، ولا بد أن تفقه معناها. كان الصحابة في جلوس في الصلاة يسلمون على الله، لكن الله يحيى ولا يسلم عليه. دل على ذلك حديث الصحيحين أيضا من رواية ابن مسعود قال رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، لأن السلام دعاء بالسلامة، والله سبحانه وتعالى هو المدعو وهو السالم من كل نقص وعيب، وله سبحانه الملك المطلق. فلذلك استبدلوها في التشهد بما أثر في الدعاء التحيات لله والصلوات والطيبات، فقها لهذه المعاني نرجئها إن شاء الله تعالى لمجلس ليلة الجمعة المقبلة بعون الله تعالى. واعلموا يا كرام وقد شرعتم في ثلث شهركم الثاني بالصيام في أول أيام ثلث الثاني أنكم مقبلون ليلتكم هذه بغروب شمس اليوم على ليلة كريمة مباركة هي ليلة الجمعة، والجمعة خير أيام الأسبوع وسيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بني آدم وسيدهم، فللصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها
ما ليس للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في غيرها من الأيام، فاستكثروا ليلتكم وجمعتكم غدا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تحوزون والله أجرا عظيما وشرفا كبيرا وذخرا جليلا، لكم بكل صلاة عشر صلوات من ربكم عز وجل، لأنكم صليتم على نبيه ومصطفاه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الذي أولاك منزلة بين النبيين لم تدرك بحسباني، والآل والصحب والأتباع ما سجعت ورق الحمام على خوط وأغصاني، وخص طيبة والبيت الحرام بما يرضي الأحبة من جود وإحساني. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غدا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وأجب دعاءنا، وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. فرج يا رب هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. إله الحق يا سميع الدعاء، اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.